هذا سائل يقول: شخص لا يستطيع الوضوء لأنه مصاب بشلل رباعي ويتيمم إذا أراد الصلاة، فإذا تيمم مثلا لصلاة المغرب ثم دخل الحرم بحيث لا يخرج منه إلا بعد صلاة العشاء وهو على طهارة التيمم الأول، فهل يلزمه التيمم لكل صلاة أو يجزئه التيمم الأول إذا بقي على طهارته؟ هذا يجب أنه يكون عنده واحد يساعده من أولاده أو خادم عنده، يواجر خادم يساعده على الوضوء ويعينه على الوضوء إذا كان يستطيع. إذا كان ما يستطيع ولا عنده أحد يساعده ولا يستطيع أنه يجعل من يخدمه بالأجرة، وهو ما يستطيع الوضوء بنفسه، يتيمم ويصلي، ولكن هذا لا يجوز إلا بعد أن يعجز عن وجود من يعينه على الطهارة، إما من أقاربه وإما بأجره. وإذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته فالصحيح أنه يصلي به الصلاة الثانية، هذا هو الصحيح، لأن التيمم بدل الماء ويقوم مقامه، أما دام لم ينتقض وضوءه فتيممه باق ولو خرج وقت الصلاة الأولى ودخلت الصلاة الثانية، هذا هو الصحيح من قولي العلماء. نعم.